في مره كنت هروح اخلص مشاوير في مسار حكومي، فانا ماليش تقل عليها خالص، انا بروح اللي هو كده اللي مش بقى انجزوه يعني. فدخلت على الموظف قلت له سمحت بعد اذنك انا شحنت بتاع الكهرباء كارت الكهرباء دوت واتخصم مني 30 جنيه. قال لي يا عم 30 جنيه؟ قلت له الواد ده بيقول لي 30 جنيه وجاي تتكلم يا جدع انت ليه فعلا تقول 30 جنيه؟ قلت له انا في ايه؟ مش فلوسي اتخصمت مني هسه. قال لي ما تفتحش بقك، كان عليها صفقه 2000 جنيه على 3000 جنيه ما تفتحش بقك. يا عم انت موضوعك حاجه وانا مختلف عنك. طب اعرف منين حضرتك قال لي انت موضوعك مش عارف انت تروح الكروت الذكيه؟ فرحت للراجل الموظف ما كانش فاضي كان بيفطر ساعتها حضرته، فقال لي موضوعك مش عارف اطلع وانزل اطلع وانزل. انا صرفت على المصاريف بتاعت الكارت ده عشان اعرف الموضوع ماشي ازاي فوق ال 80 90 جنيه. بعد كده بقى اكتشفت ان انا هدفعهم غصب عني مش هقدر افتح بوقي، وان اساسا الفلوس دي موجوده على العداد من 2016 وجت شركه الكهرباء تحصلها عليا في 2022 وانا اساسا ما كنتش في مصر في الفتره دي. فتخيل انت بقى شعورك وانت دافع الفلوس وبزياده واتبهدلت وفوق ده كله انت ما كنتش هنا اصلا، انت بره انت مش موجود. ف واحد كان جاي المفروض يعمل ايه؟ بس انا طبعا اللي هو زي الناس كلها قشطه الفلوس اهي انا مش رايح احط لك يا جماعه خلاص انا فوق